لتسليط الضوء أكثر على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق في ظل الفشل الإداري، تنضم إلينا الدكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الهاتف من عمان. دكتورة هداب، بداية مرحبا بك. موازنة تعتمد إذن يعني بنسبة 90% تعتمد على النفط في العراق. إلى أي مدى يمكن أن تكون يعني هذا الاعتماد أن يلبي طموح الشعب العراقي الذي يسعى للخروج من الفقر والمرض ويريد أن يحيا حياة مستقرة؟ نعم، مساء الخير عليك دكتور سمير وعلى السادة المشاهدين الكرام. طبعا دكتور، مثل ما ذكرتموه في تقريركم الخاص بشأن الموازنات اللي خاصة هي أدت إلى حالات التضخم، وبالتالي أدت إلى أنه أعطت أرقام ومعطيات الموازنة 2021 بعيدة عن الواقع، ولكن هذه العملية كلها هي جزء من الفساد في بلاد الرافدين، وهي جزء من دورة الحياة السياسية والاقتصادية في العراق منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي لا يمكن لهذه المشاكل أن تحل لطالما وجدت الجماعات التي تعمل على تحريك كل يعني هيكلية العملية الاقتصادية والسياسية في العراق من قبل هؤلاء الجماعات. وبالتالي أيضا يجب أن نفكر ويجب أن يعني ننتبه على أنه الفساد، هذا الفساد الذي نحن بصدده، هو الفساد أصبح غير سهل، وبالتالي أصبح يعني يوصف بأنه من أكبر المشاكل المالية التي يعاني منها العراق في يومنا هذا منذ سقوط يعني او منذ الاحتلال في 2003 الى يومنا هذا. وبالتالي حتى قبل 2003 لم يمر العراق بمثل هذه الازمه الماليه بسبب الاجراءات والسياسات الاقتصاديه المتخذه البعيده عن كل معنى منطق الترشيد، وبالتالي معنى الذي نحن في صدده، وهو انه يجب ان تكون الحكومه رشيده، وبالتالي يجب طيب ان تتصرف على هذا الاساس. نعم، من وجهه نظرك يعني ما البدائل المطروحه بعد ان تم تحديد سعر برميل النفط ب 42 دولارا للبرميل، يعني نعم، في توقع يعني يبعد كثيرا عن الواقع؟ نعم، يعني ايضا هذه مشكله اخرى، يعني ايضا اذا رجعنا بذلك، يعني الدوله هي تنحو في هذا الاصلاح الاقتصادي الذي هي يعني سائره فيه الان قدما، هو جزء او هو الاساس الذي موجود في الورقه البيضاء، وبالتالي اذا رجعنا الى الارقام التي كانت موضوعه سنجد ان هنالك تحديد الى سعر النفط بين 45 الى 55 دولار للبرميل في 2021. وهذا الرقم ايضا يعني يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار هنالك امور لا زالت هي الحال فيها كما هي، ومن ضمنها خاصه هو وجود الوباء، وبالتالي لن تحل المشكله قريبا. اذا نحن امام مشكله جدا كبيره، هذه المشكله التي ادت الى حدوث فجوة كبيرة في الموازنة، وبالتالي أيضا إلى أن المشكلة الأخرى اللي هي مرتبطة أيضا بالفساد الحكومي، أن 400% الآن ازدادت الرواتب منذ عام 2005 إلى يومنا هذا، وبالتالي وجود هذه الملفات الفساد التي أدت وأضرت في الموازنة بشكل عام، قد تصل هذه إلى 160 ألف شخص يستلمون رواتب مزدوجة من راتبين إلى 9 رواتب. كل هذا طبعا أثر على الموازنة، وبالتالي تم وضع سعر نفط اللي هو مقدر على أساس 42، وأيضا هذا السعر هو غير مجدي، لأنه يجب كان أن يوضع دائما تحت عدة سيناريوهات حتى يستطيع العراق أن يعني ينأى بنفسه من المشاكل، على الأقل يجب أن توضع 3 سيناريوهات. الآن نحن في مشكلة يعني سنمر بها كما مررنا بها في العام المنصرم 2020، بمعنى أننا كنا في كل شهر بين 2.5 إلى 3.5 مليار دولار لدينا عجز. إذا لم نحل المشكلة في 2020 وعملنا على سحبها إلى 2021 في هذه الموازنة المتضخمة. نعم دكتورة قداب، مع انخفاض الناتج المحلي العراقي بنسبة 11%، هل كان يعني طرح الورقة البيضاء الاقتصادية للكاظمي وحكومته مبنية على أسس علمية وإحصائية من وجهة نظرك؟
يعني هي المشكلة صندوق النقد الدولي كل ما يتلو علينا هنالك أناس يسمعونه وبالتالي يعملون على تطبيق هذه الأشياء، وهي هذه المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة في الإصلاحات المالية، وهنا أشدد على المالية وليست النقدية، لأنه وزارة المالية طغت على السياسة النقدية في البلد، وبالتالي تداخلت يعني مهام السياسات المالية والنقدية، وبالتالي أدت إلى محو ما هو موجود أو ما يسمى بالسياسة النقدية. هنا أيضا يعني طرحت المشكلة على أساس في الورقة البيضاء أنه كان يعني الحكومة تفكر أنه تعمل على تخفيض الأجور بنسبة يعني تريد توصلها إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن وصلت نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي 25%، أي أرادت أن تعمل على تخفيضها إلى النصف. لذلك كل ما تراه حضرتك من تخفيض قيمة العملة إلى تحديث سعر نفط 42 إلى هو ما هو موجود من تخصيص موازنات كما ذكرتموه في تقريركم، اللي هو تراوحت ما بين من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب حوالي معدل 10% وصولا إلى قوات الحشد الشعبي 45%، أكبر من موازنة أقول هنا في 2021 أكبر من موازنة 2019. طبعا لا نقول 2020 لأنه 2020 لا توجد موازنة وبالتالي الأرقام كلها غير موجودة. إذا هذا الموضوع بمجمله برمته هو أدى إلى حدوث ما نحن دكتورة هدى، بحسب معهد التمويل الدولي فإن الاقتصاد العراقي واجه موجة انكماش بنسبة 11.2% خلال العام الماضي. هذه النسبة كيف ستؤثر يعني على العام الحالي، على السنة الحالية، وبالنتيجة أيضا كيف ستؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي؟ نعم، هذه النسبة تدل على وجود يعني حالة تراجع في الاقتصاد العراقي، وبالتالي يعني بمعنى أنه سوف لن يحقق نموا اقتصاديا حتى ولا يعني 0%، وإنما سيكون نموه سالبا. هذا من جانب. من جانب آخر هذا سيؤثر كله على المستوى المعيشي إلى الفرد العراقي، وبالتالي هنالك نقطة أساسية مهمة، يعني أنه الأفراد المجتمع يعني المواطنين العراقيين يشيرون إلى أنه في بعضهم يعني قد عمل على اقتراض قرضين لتسديد حاجات قد تكون يعني لديه مثلا مشاريع متوسطة أو إلى آخره، فيتساءلون كيف سيتم العمل على استرجاع هذه القروض، وبالتالي هي أجورهم ورواتبهم كلها في حالة انخفاض، وبالتالي أيضا هنالك مشاكل عامة، كلنا نعرف يعني وجود بطالة عالية وحالة الكساد العالمي الذي طغى على الاقتصاد بشكل عام، ليس فقط على الاقتصاد العراقي، ولكن هذه الأمور كلها جعلت من أن المواطن العراقي هو بالدرجة الأساس هو المتأثر، خاصة بعد تخفيض قيمة العملة، وبالتالي اعتماد العراق على مورد واحد وهو النفط، كل هذا سوف لن يجدي نفعا بكل هذه السياسات التي ترتئيها الحكومة أو أنها تتوقع أنها ستؤدي إلى إصلاح. في حقيقة الأمر هو سوء إدارة وسوء تعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية. شكرا لك دكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.